السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم الإخوان جبناكم معنا الديبو ديال الأخ الحسين. الحسين من نوع ديال الشباب تبارك الله الناجح، جاء كمل قرايته هنا وجاء حل هذا المحل هذا الراسو، والحمد لله انتم كتشوفوا الكوميرس، شوفوا كي داير كيجيب السلع من المغرب، شوفوا مزيان الديبو راه مازال كبير. هذا نشوفوا، ها انت خويا العياشي، ها انت بو العياشي، ها انت سيدي، انا ناكلوها من 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 بلاصتها، ماشي داخل من المحل. انت ها انت باذن ديالو تبارك الله عليك بو العياشي. الزيتون، الزيتون و شي ديال ده. هانتوما سيدي هزياتي بطل السلع، شوفوا اللهم بارك وزيد يا رب. إذا إن شاء الله ترقبوا إن شاء الله واحد الارتيكل على هذا الأخ الحسين وحياة الحسين بفرنسا والطريقة اللي نجح بها الحسين، وغادي ندير معاه إن شاء الله واحد بتيت انترفيو باش يوريكم كيفاش الحسين نجح وصل للكوكاين. هرا رمضان، رمضان هو هذا رمضان شباكية. اذا كما شفتوا كما قلت لكم في الفيديو الاول، الشباب المغربي الحمد لله كاين الافاق في اوروبا وكاين بزاف ديال الامور، لكن اشنو تيخصنا؟ تيخصنا فقط تكون عندنا العزيمه، ويكون الانسان عنده واحد الطموح وواحد الاراده، الحمد لله ما يكون غير خير، ما يكون غير انسان يتوكل على الله ويسميتو ويمشي لقدام وما يشوفش من موراه. مثلا نشوف واحد البروجي قلت لا ربما ما يستقلياش ولا هادي ولا هادي، وغادي ندير لا توكل على الله، وشويه بشويه الانسان ما يدخلش واحد السرعه ولا واحد سميتو يبدا بسميتو بالديبار شويه وهذا وهذه، سواء في التجاره ولا كان يدير شي كومبليكس توريستيك ولا شي قهوه ولا شي حاجه. دائما الانسان يكون تكون الاراده وتكون العزيمه دائما. اذا كما كتشوفوا الحمد لله اليوم خديت لكم هذا النموذج من الغربه، لان دائما كنهتم بالمسائل ديال الغربه وكنهتم باشياء كيفاش دير بروجي ديالك، وهذه اول حاجه تبدا الحمد لله بالتسويه ديال الوضعيه ديالك، ومن بعد عاوتاني تدرس البروجي ديالك شنو هو لوكال. لوكال هاد لوكال شنو خصو؟ واش خصو قهوة؟ واش خصو مثلا واش خصو مخبزة؟ واش خصو كوميرس؟ واش خصو اللحم؟ واش خصو هذا؟ دابا اللي كتشوف الحمد لله ديبو، هذا غير ديبو ديال الأخ، هادو المحلات كيتكراو، مي غادي نوريكم إن شاء الله من بعد هاد اللايف، غادي نمشي ونوريكم المكازا، غتشوفوا هاد السلعة هادي الحمد لله فين كتمشي، و الكمين هو هذا. كاين هو دابا باش كيجي بسلعه، والحمد لله السلعه كتجي من المغرب. اذا خليكم معنا وغادي تشوفوا التتمه ديال الفلوغ، اللي غيكون فيه اليوم يعني كنموذج مغربي ناجح في التجاره ديالو. الله يعاونو ودعيو له بالتيسير والنجاح كاع اللي شاف هذا البلوك هذا، والحمد لله حتى حنا اللي كنجري في الخير دعيو لنا بالرحمه الوالدين، والحمد لله هادشي كنديرو معاه في سبيل الله، ما كاين لا مقابل لا والو. بالنسبه في لابروتان لارين الحمد لله كنلقاو عنده مسكين السلعه، كنلقاو عنده ديال البلاد، كيجيب لنا شباكيه، كيجيب لنا سلعه المغرب، وكنشري من عنده اللحم، كنشري من عنده اي حاجه.
مثلا غادي تشوفوا غادي تلقاو بزاف ديال المسائل كتجي من المغرب، شي كلشي كيجي من المغرب، هادشي كلشي يعني ما كاينش التمر، التمر اتاي ديال العنبر، كلشي كلشي كيجي من المغرب. والحمد لله غنبقى نفيدكم ونبقى نديكم الاماكن مشاريع مغربيه ناجحه، وغادي نبقى ندير لكم فلوغات، فلوغات اللي هادفه، فلوغات ماشي غير ديال هذاك اللي بغيتو هالبصارة، اللي بغا يدير البصارة هالبصارة. اللي بالانواع بصارة بانواع بزاف ديال سميتو، كل نهار ان شاء الله ندير لكم فلوغ، فلوغ يكون هادف الناس اللي جالية، الناس اللي كيديروا لي بروجي هنا في المغرب فرنسا. العسل يعني الحمد لله الانواع السلع اللي بغيناها كاينه، تمنظروا مع راسكم. ها الزياتن، الزياتن على الاشكال اللي بغيتي كاينه الحمد لله، ما كاينش جماعه تبقى تقلب تقول لا راه فما راني بعيد ولا ها هو الطون، هذا الطون ايزابيل ديال المغرب، هذا جاي هذا من المغرب، انتم تشوفوا معنا هنايا السلعة كتجينا من المغرب، الثمن مناسبة، ثمن مناسب غير سيدي راه العسل حتى هو كيجي من الناس اللي تيبغيو يصاوبو الشباكية ديالهم ولا يصاوبو شي حاجة. وكيما وريتكم قبيلات الشباكية راه هي تا هي كاينة، ما نصوركش الشاب نتاك يا انت ما تصورش ياك، ما تخافش هذا خلاص ان شاء الله الطقوس ديال رمضان غادي تسد لنا، حتى بالنسبه للافريشه والالبسه هانتم هما. ها كنصور لك واحد الفلوق النموذج ديال الشاب الناجح. هذا الفيديو مصوبو لخويا العياشي سبيسيالمون، ها انت ابو العياشي، ها انت خويا العياشي خاطري، ها انت، ها هي الشباكيه شتيها، ها انت راه عندنا الحق ناكلوها، ناكلوها من ديبو ديالها ماشي راه في المحل، راه كلشي ديالنا ولد العياشية، يا ولد العياشية يا خويا العياشية يا العزيز، سلم على خي رشيد وتبارك الله عليكم، كلشي غير تكون واحد الانسان طيب وتكون سميتو امتك معقول كلشي ديالك ها انت، ها البيرو شي ها انت سيد. غندخل لك البيرو ونزل لي بغيت وكدا، والمحل ديالنا وكلشي ديالنا تيقول لك تيق عليك ولد الناس راه فين ما مشى يعيش فين ما مشى يدير بلاصتو، تفضل عليك ان شاء الله. انتظروا تتمة البلوك مع الجزء الثاني من شخصية خايل حسين ورمضان.